هذه الجولة الاقتصادية لأسعار صرف العملات وأيضا إقفالات البورصة المصرية في يوم غد. مشاهدينا، والحقيقة زي ما قلنا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين زيارة ليها أبعاد مختلفة كبيرة جدا، بتوازن القوة في علاقات مصر الاستراتيجية بين الشرق والغرب، واتجاه مصر طبعا لروسيا والصين، ومن الجانب الآخر أمريكا. إزاي هيكون داعم لمصر طبعا أن هي تاخد تصويت لمشاركتنا في مجلس الأمن، والتعاون الاستراتيجي بين مصر والصين، والتعاون السياسي، والمركز اللوجستي العالمي، والمركز الصيني هناك. فأبعاد كتيرة جدا لهذه الزيارة هنتعرف عليها من خلال حوارنا اليوم مع دكتور عماد مهنا، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الكندية. صباح الخير دكتور، نرحب بحضرتك معنا. دعنا أولا دكتور عماد أن نخرج مشاهدينا الكرام إلى تقرير نشاهد من خلاله، يعني تقرير عن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية، ثم نعود لنستكمل حوارنا أو نبدأ حوارنا مع الأستاذ أو الدكتور عماد مهنا. خطوة لانطلاقة اقتصادية قوية، هكذا يرى المراقبون زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى إلى التنين الصيني، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أكد أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة، حيث ستشهد ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما سيتم خلالها التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي. من جانبها أكدت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي أنه سيتم التوقيع على 25 اتفاقية للتعاون بين القاهرة وبكين في مجالات الطاقة والنقل والكهرباء، موضحة أن المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها ستكون إما بنظام POT أو في هيئة استثمار مباشر يمول من بنوك صينية بقروض ميسرة تتناسب مع الشروط المصرية. يأتي هذا في حين أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن هناك 3 مجموعات من الاتفاقيات بين مصر والصين في مجالات مختلفة سيوقع عليها الرئيسان المصري والصيني، تشمل مذكرات التعاون التجاري والاقتصادي واتفاقيات خاصة بتنفيذ المشروعات الخاصة بمجال الطاقة. ولفت عبد النور إلى أن المجموعة 3 من الاتفاقيات هي التي تتعلق بمجال النقل والطرق والبنية التحتية. تزامنا أكد خالد حنفي وزير التموين أن العديد من الشركات الصينية أعربت عن استعدادها للمشاركة في مشروع المركز اللوجستي العالمي للحبوب والغلال في دمياط، فضلا عن الاستثمار بمشروع مدينة التجارة والتسوق الجديدة. وتعد الصين شريكا أساسيا لمصر، حيث بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين 10 مليارات و500 مليون دولار خلال عام 2013، ومنها 1.6 مليار دولار صادرات مصرية مقابل 8 مليارات و900 مليون دولار صادرات صينية للسوق المصرية. إذن مشاهدينا الكرام، هي علاقات مهمة بين مصر والصين، ونبدأ نقاشنا الآن مع الدكتور عماد مهنا أستاذ الاقتصاد بالجامعة الكندية. أهلا بك دكتور عماد مرة أخرى. أولا لو عايزين نعرف يعني سريعا كده تطور العلاقات المصرية الصينية سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي. الحقيقة العلاقات المصرية الصينية يمكن بدأت من آلاف السنين، لكن يهمنا المرحلة الأخيرة تحديدا في 1953-54 عندما كان هناك طلب على القطن المصري لتصنيع أقمشة صينية، وده كان بداية التجارة مع الصين. بعد كده مصر كانت أول الدول الإفريقية والعربية اللي تعترف بجمهورية الصين الشعبية وفي عهد الرئيس عبد الناصر، وده كان الحقيقة له مردود كبير على فتح علاقات أو أفق من العلاقات الجديدة. العلاقات الصينية المصرية من الناحية الاقتصادية والتجارية الحقيقة كانت عكس دلوقتي خالص. كان حجم التجارة من مصر والصين 11 مليون دولار كانت مصر بتصدر للصين 10.5 مليون دولار في مقابل أن الصين بتصدر لمصر 500 مليون دولار فقط. بعد 50 سنة انقلب الوضع تماما، فبقينا النهاردة احنا بنستورد من الصين ب9 مليار دولار، واحنا بندي الصين 650 مليون دولار. طيب المشكلة هنا عندنا في ايه؟ المشكلة انه ده بيأثر على عجز في الميزان التجاري، عجز في ميزان المدفوعات، وبيخرج من
مية اعتقد. واتجاه الرئيس السيسي النهارده بقى اللي التركيز على اعاده هيكله العلاقات المصريه الصينيه لها ابعاد زي ما حضرتك اشرتوا. من الناحيه الاستراتيجيه الصين بتمثل حليف قوي في وقف الدعم اللوجستي والمادي ضد صد النهضه. الصين حليف استراتيجي في مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. الصين لها اهتمامات بالمنطقة العربية ويمكن في أكثر من 40 جامعة ويمكن رئيس السيسي هيقابل أكثر من قابلهم بالفعل لأنه بيتم استخدام الدول اللغة العربية وترجمة بعض الكتب، فهنا هيحصل نوع من الدمج الثقافي. الحقيقة مصر كمان داخلة على مشروع التصويت بالنسبة للعضوية الدائمة في مجلس الأمن، فتوطيد العلاقات النهاردة مع الصين وروسيا زي ما حضرتك أشرتي وفرنسا هيدي لمصر دفعة قوية. مصر بتمثل رمانة الميزان بالنسبة لميزان القوة في منطقة الشرق الأوسط، وجذب النهاردة حليف جديد في المعسكر الشرقي أعتقد أنه ده هيدي لمصر. طب دكتور عذرا اسمح لنا نتابع مع زميل أشرف أبو دوح مراسل تلفزيون وموفد البعثة المصرية في بكين مع سيادة الرئيس. أشرف صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير، ايه الاخبار؟ احكي لنا عن تفاصيل او نتائج زياره اليوم الاول للرئيس السيسي واهم نتائج هذه الزياره في الصين. الواقع ان الزياره طبعا بدا البرنامج الرسمي لزياره الرئيس منذ الساعه 8 هنا بالتوقيت بكين، بلقاء كما تحدثتم في الاخبار في الخدمات الاستراتيجيه بلقاء برؤساء الجامعات و في منتدى العمال المصري الصيني و اكثر من 70 شركه استثماريه وصناعيه صينيه. ثم التقى الرئيس على هامش هذا البرنامج معنا وعدد من الاعلاميين والصحفيين المصريين. نعم. وتحدث عن اهداف الزياره، وتحدث عن العمليه السياسيه في مصر والاوضاع في مصر واهداف تلك الزياره. نعم. بالطبع اجمالا. نعم تفضل اشرف. نعم اشرف اجمالا الزياره طبعا كانت رساله الرئيس السيسي في بدايه التقاط مع رسائل جامعات وشركات اصطناعيه انه مصر وهي خارجه من ثورتين متتاليتين بتحاول ان تعيد الاستثمار وعجله الاستثمار في نصابها الصحيح في عده وحزمه من الاصلاحات الاستثماريه والاقتصاديه، اولها طبعا قانون الاستثمار الموحد واللي من شانه بيذل العقبات امام البيروقراطيه والروتين تشجع كثير من المستثمرين الى العمل بشكل موسع في السوق المصري. وتحدث عدد من خبراء الى جانب الرئيس عن بوادر او الميزات التي يتصل بها السوق المصري من عماله رخيصه ومن فرص متنوعه للاستثمارات المتنوعه. طلب الرئيس من رجال الاعمال الصينيين ومن الشركات الصينيه المشروعات المتعلقه بتوليد الطاقه والمتعلقه بانشاء محطات الطاقه وايضا السكك الحديديه واصلاح الاراضي الزراعيه وايضا التعديل. كان الرئيس التقى مع صاحب احدى شركات صناعه السيارات. اللقاءات بتصب جميعها في الاستثمارات المتنوعه من الاستصلاح حتى التسليح العسكري والصناعات العسكريه. نعم. طيب اشرف اهم ما البرنامج اليوم، برنامج اليوم للرئيس للزيارات ايه او اللقاءات اللي على اجنده الرئيس اليوم؟ بعد هذه اللقاءات التي جاء الرئيس سوف نتوجه الان فورا الى فصل الشعب. سوف يستقبله الرئيس. نعم. ثم سوف توقع عدة اتفاقيات متنوعة، الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها بين الدولة المصرية والوزراء المصريين. الرئيس يصحبه سبع وزراء في مختلف الوزارات المصرية، خدمية، سياحية، كهرباء، متعلقة أيضا بالسياسة الخارجية. فستوقع عدة اتفاقيات سوف يشهدها الرئيس الصيني مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينتهي برنامج الرئيس اليوم بهذا الشكل. نعم. الزميل أشرف أبو دوح مفدنا إلى العاصمة الصينية بكين متابعا لجولة الرئيس السيسي في الصين، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف.
الآن مشاهدينا الكرام نستكمل حوارنا مع الدكتور عماد مهنا أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الكندية. أهلا بك مرة أخرى، وتفضل أكمل النقطة اللي الدعم اللي ممكن تقدمه الصين خصوصا بالنسبة لمصر في مجال دعمها للعضوية الدائمة لمجلس الأمن. دي الحقيقة من النواحي الاستراتيجية أو الفوائد الاستراتيجية لتوطيد العلاقة أو رجوع مصر إلى المعسكر الشرقي، لأنه تعاملات مصر على عبر العصور بتؤكد أن تعاملاتنا الاستراتيجية ناحية الشرق أقوى بكتير من ناحية الغرب وأكثر استدامة. الحقيقة من الناحية الاقتصادية هو بيعتبر برضو الزيارة تسويق لمؤتمر الاقتصادي اللي هيجري انعقاده في مارس. الأهمية الاقتصادية كمان هو إعادة النظر في الاتفاقيات الدولية، لأنه مصر بينها وبين الصين 80 اتفاقية دولية، وبنتكلم على ما يقرب من 40 اتفاقية دولية هيتم توقيعهم بين مصر والصين في مجالات مختلفة من التكنولوجيا، البحث العلمي، لأنه الصين كمان لها باع في إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية المتعسرة زي المصانع اللي موجودة في مصر، تنمية المشروعات الصغيرة. فأعتقد ده مهم جدا. من الناحية الأمنية الصين لها باع في محاربة أحد فروع القاعدة الموجودة في غرب الصين في منطقة تشينغ يانغ، واعتقد انه كثير من التعاون سيتم في هذه المنطقه، لانه الصين لها اجهزه يعني تكنولوجيا متقدمه في مجال التسلط والتجسس على هذه الجماعات من اجل يعني حمايه الارواح. بشكل عام اعتقد انه مصر بتعيد هيكله سياساتها الخارجيه بشكل يعكس ثورتين، قائم على ندية التعامل، استقلالية الإرادة، وسيادة القرار. نعم. وده يمكن الـ 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 الرؤية الجديدة اللي بيقودها السيد الرئيس. نعم. يمكن حضرتك دكتور عماد، يعني خلال زيارة وزير الخارجية الصيني الأخيرة إلى القاهرة بعد ثورة 30 من يونيو، كان قد طلب أن تكون مصر أو يتم توقيع وثيقة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وزي ما قال وزير الخارجية سامح شكري أن هذا النوع من الوثائق أو البروتوكولات أو التعاون هو بتجريه الصين مع عدد محدود جدا من دول العالم. أهمية هذه الاستراتيجية الشاملة، ويعني إيه الاستراتيجية الشاملة؟ يعني إحنا ما نعرفش إيه هي الاستراتيجية عامة أو أي تخطيط استراتيجي، بنتكلم على تخطيط طويل المدى عالي المستوى. فهنا هيبقى في نوع من تبادل المعلومات، في نوع من التعاون، ويمكن يكون في أجزاء مختلفة حتى نوع من الدفاع المشترك. بتختلف عن إيه فندم مع الاتفاقية اللي وقعت سنة 1999 بين الرئيسين أنذاك حول إقامة علاقات تعاون استراتيجية؟ بتختلف عن إيه عن الاستراتيجية الشاملة؟ هو المسمى واحد، ويمكن البنود متقاربة، لكن تركيز الرئيس الأسبق مبارك على الاتفاقيات كان تركيز اقتصادي. للأسف هو ما اتحسبش. يعني يمكن في الأجزاء اللي هو إعادة النظر في الاتفاقيات الدولية. الاتفاقيات الدولية هي بداية التعامل التجاري اللي بيقبل عليه بعد كده القطاع الخاص، تصدير واستيراد. الاتفاقيات الدولية دي لابد ان انا اكون حذر قبل ما اوقع. في الاتفاقيات الدولية اللي هم من الثمانين اللي تم توقيعهم سنة 99، مصر خسرت جزء كبير من اقتصادها نتيجة العجز في ميزان المدفوعات. لانه النهاردة المفروض ان انا ما بصش على حجم التجارة، ما اقولش ان انا بيني وبين الصين 10.3، انا بستفيد كام. فالنهاردة دي كانت احد المشاكل، هي مشكلة التطبيق بتاعة الاتفاقيات، وهل الاتفاقيات كانت مرسومة في صالح مصر ولا لا. فرجوعا لسؤال حضرتك، البنود قد تكون متقاربة، لكن اعتقد انا ليا يعني دراسة ما زلت ما كملتهاش عن شخصية الرئيس السيسي وكيفية اتخاذ القرار. الرئيس السيسي بدون مجاملة له رؤية الاسكندر الاكبر، يعني لن تكون بعيد المدى، لن تكون هذه الاتفاقيات مجرد توقيع على اتفاقيات، سيتم تطبيق بنود هذه الاتفاقية. لان لو حضرتك بصيت على مجهودات السيد الرئيس والنقط اللي بيركز عليها، هي نقط بعيدة المدى خارج مصر. هو بيركز على مناطق استراتيجية، زيارته للفاتيكان، إيطاليا، فرنسا، بتوضح رؤية زي ما حضرتك بتقول في فيجن في الموضوع، وتعتمد على شقين أساسيين: الأمن القومي والسلاح والعلاقات الخارجية. فالنهاردة حضرتك هتشوف نقلة كبيرة مع علاقات مع الصين. الصين لها استثمارات في أفريقيا بتتجاوز مليار دولار. أول دولة كانت استقبلت
من الصين استثمارات اقتصادية كانت نيجيريا في بداية الألفينات أو في نهاية التسعينات كان حوالي 4 مليار دولار في قطاع البترول. بدأ النهاردة يتحركوا مع جنوب أفريقيا. فإذا النهاردة مصر هي الحليف الأقوى في منطقة الشرق الأوسط لأنها بتعتبر قلب المنطقة العربية ب 23 دولة وكلهم لهم نفس المشاكل مع المعسكر الغربي. زي ما حضرتك قلت أن مصر هي الحليف الأقوى للصين، ولكن في إحصائية للمركز أو المكتب التجاري في المصري في الصين قال أن استثمارات الصين من عام 1970 حتى يونيو 2014 468.5 مليون، يعني رقم ضئيل جدا وضعيف جدا. بقول لحضرتك أنه في 99 اولا هناك كثير من الاتفاقيات تم التوقيع عليها بدون دراسات، وحذكر لحضرتك مثال كلنا بنلمسه، عدم بيع القطن المصري، لان حضرتك وقعت على اتفاقيات باستيراد قطن بدون ما تحط تحفظات. ويمكن لما بيجي نوقع على اتفاقيات تجاره دوليه لابد ان انا احمي الثروات القوميه واحمي الصناعات المحليه. الصين كانت سبب كبير في تدهور الاقتصاد المصري نتيجه رخص الاسعار، قلة الأسعار العمالة، التكلفة العامة. فالنهاردة بقى المستورد المصري بيجيب المنتج بربع ثمن من الصين بالزبط. فده أدى إلى تدهور الاقتصاد المصري، وعندنا أكثر من 3500 مصنع رسمي مقفولين غير المشروعات الصغيرة اللي تم إضمحلالها تمام. فالمشكلة هنا كانت إيه؟ أنه أنا فتحت الباب لتجارة دولية لكن أنا مش حاسب مدى ربحي منه. وهو ده أعتقد أنه التركيز دلوقتي على إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية مع الصين، بحيث أن أنا أعدل ميزان التجاري. لأن النهاردة لحضرتك تبص بعد الثورة لما نزل الاحتياطي بتاعنا من 36 ل 12 ده كان سببه. لأن النهاردة احنا ما بننتجش، بنستورد 65% من إيرادنا. نفس المشكلة ما موجودة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أنا عندي عجز في الميزان التجاري 8.5 مليار دولار، وادي 8.5 مع الصين، فحضرتك بتتكلم في 17 مليار دولار بيخرجوا من الاحتياطي. اذا انا بتاجر مع هذه الدول بالخساره. يبقى هنا اقتصاديا لما نيجي نتكلم زي ما حضرتك اتكلمنا استراتيجيا وامنيا وما الى ذلك وعسكريا، لو اتكلمنا هنا اقتصاديا يبقى المنظور من هذه الزياره او المنتظر النفع المتبادل وجذب مزيد من الاستثمارات الصينيه زي ما حضرتك بتقول انه نكون الدوله الثانيه في افريقيا مثلا وطبعا اشتراكهم في القمه الاقتصاديه القادمة. يعني هو حضرتك انت عندك دلوقتي حاجتين مهمين جدا. اول حاجة محور قناة السويس. تمام. محور قناة السويس بيشجع على الاستثمارات الصينية في مصر. تمام. ليها ميزتين كبار. في منطقة صينية تم الاتفاق عليها بالضبط في المركز اللوجستي. زي ما قلت حضرتك هو البعد الاستراتيجي للرؤية بتاعة القيادة السياسية. هو اعتقادي ان هو مش باصص على الربح المادي بقدر ما هو باصص على تواجد الصين في المنطقة، لأن ده بنسميه تواجد استراتيجي. النهاردة لما يحصل أي مشاكل في الصين في سيناء، الصين هتقف، لأن لها عشان كده أي دولة لما يحصل أي مشكلة مع سويسرا تلاقي كل الدول بتقف، لأن لها استثمارات لها منافع. نفس الموضوع مع روسيا، أنا محتاج دلوقتي كوريا اليابان ألمانيا قادر على أن أنا أعمر سيناء. تمام. طيب النقطة الثانية إيه هي؟ لابد من الرجوع للاتفاقيات القديمة وتعديلها. طيب لو في عجاله اقول لحضرتك طب ايه بعض الحلول. فضل. اول حاجه في موضوع الاتفاقيات الدوليه لابد من وضع تحفظات لحمايه المنتجات المحليه والصناعات المحليه والثروات القوميه زي القطن. هاجي مثلا هقول له فرضا عشان الساده المشاهدين لو انا انطار القطن عندي ب 1000 جنيه والصين هتبعت لي قطن ب 500 جنيه، يبقى عندي كذا اليه ممكن اتبعها، اما ان انا بحط 500 جنيه على تعريفه جمركيه على القطن الصيني عشان ارفعه للمصري عشان ما يبقاش ارخص، او ان انا بدعم الفلاح ب 500 جنيه او ان انا بطلب من الصين انها تساعدني انه ياخد ال 500 جنيه عنده، يبقى هو هنا استفاد بس ما حصلش عندي اغراق في السوق. المشاكل اللي بتعاني منها مصر وده نتيجه مشاكل في الجهاز الاداري لعدم تواجد الاليات السوقيه لحمايه المستهلك، ويمكن ده لاحظناه مع ارتفاع سعر الوقود، ارتفاع اسعار المواصلات، لانه اليات السوق هنا مهم. فانا ما اقدرش النهارده الوم على المستثمر المصري او المصنع المصري لا ما تشتريش الصيني، هو بيشتري الارخص. انا لازم يكون عندي اليات انه انا احميه. فاذا النهارده اما احط تعريفه جمركيه او ادعم الفلاح او اطالب من الصين انها تتدخل امنع الاغراق، في عندي حاجة مهمة جدا وهي انه انا ممكن احط كوتا ان انا اطلب منه عدد معين من المنتجات بعد كده ببتدي احط عليه تعريفة. كلها طبعا نقاط يجب وضعها في الاعتبار، واحنا يعني بندخل مع شراكة استراتيجية كبيرة جدا مع التنين الصيني. دكتور عماد مهنا استاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الكندية، بنشكر حضرتك جدا. شكرا. يوم سعيد. نشكر حضرتك. شكرا دكتور عماد. شكرا.
إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج هذا الصباح. نتمنى أن نكون قد أفدناكم بما طرح من معلومات وآراء وأفكار أيضا في حلقة اليوم. إن شاء الله في الغد حلقة جديدة مع فريق عمل جديد، وبشكر زميلتي حنان. شكرا شياب، إلى اللقاء.